مساء الخير عليكم، مساء الخير أزول في الأول، السلام عليكم. نرجع نكمل إجابة عن السؤال الثالث، لماذا الهجوم على جمعية العلماء؟ وأنا قلت هو ماشي ماهوش هجوم، وقلت راح نخصص لهذا الموضوع سلسلة مفصلة، ولكن سأحاول أن نكمل الإجابة المختصرة اللي بديتها في الحلقة الثانية، وهذه الحلقة الثالثة. هنا حبيت نرجع للنص المشهور أيضا تاع الشيخ عبد الحميد بن باديس، والمنشور في الشهاب بتاريخ 13 نوفمبر 1937. الشهاب وهو النص علاش قلت مشهور؟ لأنه نص مع الأسف ينقل دائما، ينقل محرفا، يعني ينقلوه محرف وناقص، محرف بمعنى ناقص، يعني ينقصوا منه الجزء الأهم. واش يقول شيخ باديس؟ أنا نقرأه نص كامل، نقرأه كاملا غير منقوص، يعني ما نقص منه ولا. يقول إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد، في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دينها، لا تريد أن تندمج. هنا نحب ننبه أن الاندماج اللي يحكي عليه اللي هضر عليه الشيخ بن باديس هو الاندماج الديني الثقافي. خاطر الشيخ باديس هو يقول في مقال آخر هنا في الشهاب أيضا، يقول أنه عند بالنسبة له كاين زوج أنواع من الاندماج، الاندماج الثقافي والديني، والنوع الثاني اللي هو الاندماج السياسي. هو هنا يقول عندما يقول لا تريد أن تندمج يقصد دينيا وثقافيا وتاريخيا. يقول ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة، والذي يشرف على إدارته العليا السيد الوالي العام المعين من قبل الدولة الفرنسية. ثم إن هذا الوطن الجزائري الإسلامي، وهذا الكلام اللي يحذفوه دائما الإسلاميين أو الإسلامويين في الجزائر وجماعات الدينية في الجزائر، لما تكلم على هذا جيب هذا النص دائما يحذفوه هذا المقطع لأنه ما يساعدهمش. واش تقول من بعد؟ واش يزيد يقول من بعد؟ يقول ثم إن هذا الوطن الجزائري الإسلامي صديق لفرنسا مخلص، وإخلاصه إخلاص قلبي لا إخلاص ظاهري، يخلص لها إخلاص الصديق لصديقه لا إخلاص التابع لمتبوعه، فهو في حالة السلام والأمن يطلب من فرنسا أن تحترم دينه ولغته. أكشف دينه ولغته، يعني هذا هو اللي يقول لا تريد أن تندمج، يعني أن يحترم دينها ولغتها، وتمهد له السبيل ليرتقي ضمن دينه ولغته وأخلاقه. إذن هو يطلب الشعب الجزائري أو الوطن الجزائري يطلب من فرنسا أن تمهد له أن تحترم دينه ولغته، وتمهد له السبيل ليرتقي ضمن دينه ولغته وأخلاقه، وتسبغ عليه نعم الحرية والعدل والمساواة، حتى يصبح في رقيه وحريته وسعادته نموذجا للإدارة الفرنسية والتعاون الأهلي الفرنسي، لا كوبيراسيون تاع لي زانديجان مع فرنسا، يعني التعاون الأهلي الفرنسي، وتستطيع فرنسا أن تفاخر به الذين يتباهون بما عملوه في مستعمراتهم الحرة. صح. أما في حالة الأزمات العالمية أو الأزمات العالمية وحين اشتداد الخطب، وإذا تكلم الرصاص وارتقت السيوف فوق منابر الرقاب، فالمسلم الجزائري يهب كالليث من عرينه للدفاع عن الأرض الفرنسية،
كما يدافع عن أرضه الجزائرية وعن حريمه وأطفاله. ولو لم تجنده فرنسا لسار للدفاع عنها متطوعا، ولنا في مختلف الواجهات الحربية الفرنسية عشرات الآلاف من قبور المتطوعين تشهد بهذا. زيد وش يزيد يقول شيخ باديس؟ فنحن الجزائريين المسلمين العائشين في وطننا الجزائري والمستظلين بالعالم الفرنسي المثلث الألوان والمتحدين مع الفرنسيين اتحادا متينا لا تؤثر عليه الحوادث الطفيفة أو الأزمات السطحية، نعيش مع الفرنسيين عيش الأصدقاء المخلصين، نحترم حكومتهم وقوانينهم ونطيع أوامرهم ونواهيهم، ونريد منهم أن يحترموا ديننا ولغتنا ويحفظوا كرامة. هذه مشكلة العلماء، جميع العلماء مشكلتها أن فرنسا تحترم الدين واللغة وثقافة الشعب الجزائري، والباقي يبقى بلوبلانغوج، يبقى السلطة تبقى فرنسية والعالم فرنسي كل شيء، والسيادة السوفرانتي فرنسية وكل شيء، ويحفظوا كرامتنا ويأخذوا بأيدينا في طريق النهضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهكذا نعيش وإياهم أصدقاء مخلصين. وإذا جاءت ساعة الموت في سبيل الدفاع عن الوطن الفرنسي وعن الوطن الجزائري وجدونا في صفوفهم الأولى لنموت إلى جانبهم موت الأصدقاء المخلصين. وعلى هذا الأساس توضع الأمور في مواضعها ويحصل التفاهم ويزول كل التباس. ها هو الشيخ باديس وضح كل شيء، ها وضح بالتفصيل الممل أنه يبحث عن اندماج سياسي مع فرنسا، ويبحث عن جزائر يحترم دينها، تحترم لغتها، تحترم ثقافتها، يحترم تاريخها، تحترم عاداتها، تحترم تقاليدها، وتحترم خصوصيتها الجغرافية وكل ما مش حبيت، ولكن كل هذا تحت العالم الفرنسي وتحت السيادة الفرنسية. ماشي يعني هو لا يتكلم عن يعني هو يتكلم في النهاية عن اندماج سياسي، لا يتكلم عن 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 اتجاه ثوري استقلالي إلى آخره. إذن هو في النهاية الشيخ باديس كان يدعو إلى الاندماج السياسي مع فرنسا، ويدعو إلى المحافظة على الخصوصية الدينية والثقافية واللغوية للجزائريين. وهذا وش يعني؟ هذا يعني أنه ما كان يدعو إليه الشيخ باديس هو نفس الشيء الذي كان يدعو إليه فرحات عباس وغيره من الاندماجيين اللي يسموهم اندماجيين في هذا السياق. إذن هذا باختصار واش حبيت نقول عن جمعية العلماء، هذا باختصار. وأيضا شيء آخر اللي كنت اللي انتقدتهم على جلو هو اتهام الطرق الصوفية بنشر الشعوذة، بنشر الشعوذة إلى آخره. وهذا عندهم كلام كثير في هذا الموضوع، أنهم يتهموا الطرق الصوفية بنشر الشعوذة. ولكن يعني في الواقع عندما أيضا ندقق في هذه المسألة نجد أيضا أن جمعية العلماء تتبنى الاتجاه العقيدة العقائد الوهابية والاتجاه الوهابي. وإذا كان نتهم الطرق الصوفية بالشعوذة، فالوهابية ليست أقل شعوذة من الطرق الصوفية، على الأقل شعوذة بشعوذة. خلي الناس تختار أي الشعوذتين أنفع لهما أو أصلح لهما، شعوذة الصوفية أو شعوذة الوهابيين. فالعلماء كانوا أيضا وهابيين، وهذا ليس يعني من عندنا، وإنما هم أنفسهم كانوا يقولوا هذا الكلام. ايضا دائما في نفس الاتجاه المرتبط بفرنسا عندنا مقال للشيخ باديس، وهذا ايضا راح نجيبه بالتفصيل لما نفصل كما قلت في هذا الموضوع. هذا مجرد جواب مختصر للسائل لصاحب السؤال، ولكن راح نرجع بالتفصيل لهذا الموضوع لاحقا. لما نفصل راح نجيب مقال للشيخ باديس يقول فيه بان الدوله الوحيده التي تمثل الاسلام وتطبق الاسلام بالنسبه اليه هي الدوله السعوديه،
هي الدولة السعودية. الشيخ بن باديس يعتبر أن الدولة السعودية هي الدولة الوحيدة في زمانه، طبعا في وقته بالنسبة له، اللي كانت تمثل النموذج تاع الإسلام، تطبق حقيقة الإسلام والشريعة إلى آخره. ونحن نعرف جميعا أن الشيخ بن باديس كان هتف وهلل وصفق لسقوط دولة الخلافة، لسقوط الخلافة تاع إسطنبول، الخلافة العثمانية، لسقوطها، وأرسل رسالة تهنئة لمصطفى كمال أتاتورك بقيام الجمهورية التركية العلمانية الحديثة إلى آخره. وفي نفس الوقت كان يرى، أنا شخصيا ما زال ما قدرتش نفهم كيفاش من جهة يأيد تركيا الكمالية، تركيا العلمانية، ومن جهة، وهذا منشور أيضا في وثيقة مطولة منشور، حتى أنه بهذا بعث أيضا الشيخ باديس رحمه الله بعث أيضا رسالة بهذا الكلام لشيخ الأزهر وما جاوبوش. شيخ الأزهر ما جاوبوش، أنا مش عارف علاش، لكن رسالة موجودة ومطبوعة، موجودة عندي موثقة. المشكلة أنه في نفس الوقت يقدس الدولة السعودية ويقول أنها هي الوحيدة التي تطبق الشريعة وتطبق الإسلام وتعتبر نموذج لتطبيق الإسلام. وهذا كان بزاف ناس انبهروا بالدولة الوهابية يعني في ذلك الوقت. حتى ملك بن نبي أيضا في كتبه وفي مذكراته لا يخفي انبهاره بالدولة السعودية، حتى أنه كان راح يهاجر، كان في فرنسا في ذاك الوقت يقرأ، كان il était étudiant en France et il pensait à s'exiler en Arabie Saoudite et à demander l'exil ou la demander un visa. il voulait demander كان يطلب تأشيرة للهجرة والاستقرار نهائيا في المملكة العربية، المملكة السعودية والمملكة الوهابية، ولكن الظروف ما ساعدتوش في هذا الموضوع. يبدو انهم ما عطاولوش الفيزا، لست ادري لماذا. هو يقول في مذكراته انه في النهاية ما حصلش على الفيزا وانه ما راحش، لكن في نهاية المطاف يعني لا يمكن ان نسكت او نخفي ان جمعية العلماء بشكل عام كانت وهابية التوجه وكانت تساند الدولة السعودية، وهذا ظاهر في مقالات الشيخ عبد الحميد بن باديس. ومع العلم أن أكثر العناصر تاع جمعية العلماء وهابية وأكثرهم تطرفا في الاتجاه الوهابي كان الشيخ طيب العقبي رحمه الله، هو اللي كان أكثر العلماء تطرفا وفي الجانب في المجال تاع الوهابية. إذن أنا كما قلت هذا طبعا بصرف النظر أيضا في جريدة السنة، لسنا أعداء لفرنسا ولا نحن نعمل ضد مصلحتها، بل نعينها على تمدين الشعب وتهذيب الأمة ونساعدها في هذا المجال. إذن من فصلش أكثر من هذا في هذا الموضوع، وقلت سأعود إلى موضوع العلماء بالتفصيل في حلقات أخرى. ونظن نتمنى نكون جاوبت السائل لماذا الهجوم على جمعية العلماء. سؤال آخر، سؤال رابع، لماذا الهجوم على النص الديني القرآن والحديث؟ هكذا السؤال يقول، لماذا الهجوم على النص الديني القرآن والحديث؟ أولا أنا لا أهاجم النصوص الدينية، أنا لست في وارد الهجوم على النصوص الدينية، وإنما ما أقوم به وما زال أقوم به هو الدعوة إلى التجديد الجذري لقراءة النصوص. هذا إذن أنا لا أهاجم النصوص من حيث هي النصوص، وإنما أهاجم القراءات أو أنتقد، في الواقع هذا هو التعبير الدقيق، أنتقد وأسائل القراءات لا تاريخية للنص، أو بتعبير آخر أهاجم أو أنتقد اعتبار النص فوق التاريخ واعتبار النص فوق الزمان والمكان. هذه حكاية أنه صالح لكل زمان ومكان يعني بجملة وتفصيلا، هذيك لا، هذيك الآن أصبح فيها كلام قوي ونقاش قوي وأسئلة قوية وعميقة، ولا بد من إعادة النظر في هذا الكلام. ليست جميع النصوص الدينية قرآنا وسنة بالضرورة وبحرفيتها تصلح في كل زمان ومكان،
مش لا يمكن، هذا غير اصبح غير مقبول وغير. والادله على هذا اصبحت اوضح من يعني اوضح كما يقولوا من نار على علم، واوضح من ان توضح. ولكن راح نجيب بعض الامثله باش نوضح هذا النقطه. يعني لما يجي واحد يقول لي النص يطبق في كل زمان ومكان، نصوص الجزيه اليوم علينا نطبقها، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وسورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والذين لا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من أهل الكتاب، والذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هيا طبق لي تشوف هذه الآية، علي من تطبقها اليوم يا أخي العزيز؟ على من ستطبق أنت اليوم هذه الآية، آية الجزية، وهي صريحة موجودة في القرآن وليست منسوخة، آية محكمة في سورة التوبة من آخر ما نزل في القرآن إلى آخره، مش آية مكية، مش آية. إذن على من تطبق الجزية؟ من ستطالب باش يدفع لك الجزية اليوم؟ طالب الرئيس الأمريكي يدفع لك الجزية؟ طالب الرئيس الملكة بتاع بريطانيا؟ كيف تطبق الجزية اليوم؟ هل يمكن تطبيق هذه الآية؟ إذا كان الجواب لا، إذن هذا النص تاريخي، يتحط في الثلاجة، يتحط في الفريجو، هذا لم يعد يصلح، هذا نص الآن أصبح في ملكية للتاريخ، ما تقدرش تطبقه، لم يعد يصلح للتطبيق الآن، تحطه في التاريخ، تحطه في الثلاجة، فريجو تاع التاريخ، تغلق عليه، يقعد في مكانه، لا يحرك. هذا النص غير قابل للتحريك اليوم، النص تاع سورة التوبة اللي يهدر على الجزية لم يعد قابلا اليوم للتحريك، ولا يمكن تحريكه، لأن موضوعه أصبح منتفيا، موضوع تاعه أصبح منتفي وغير قابل للتحريك ولا للتطبيق. إذن أنا هنا تقول لي أنت واش نديروا له، نحوه من القرآن الآية نحوها؟ لا، أنا ما قلتش نحذف آيات من القرآن، أنا قلت نوقف الفعالية أو المفعولية الفقهية والتشريعية لبعض النصوص، ومنها هذا النص، توقيف المفعولية التشريعية لبعض النصوص، ولم أقل حذفها من النصوص، لا تقعد كتاريخ، تقعد مش مشكل، ولكن الواقع لا يتحملها، الواقع ما كاش موضوع أصلا، الموضوع اللي تحكي عليه لا غير أصبح غير منتفي في الواقع، أصبح غير موجود، ما عادش كاين جزية. والآية في سورة النساء اللي تقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ونراهم ما ملكت أيمانكم، شكون ما ملكت أيمانكم؟ أولا ما ملكت أيمانكم هم الإماء، هم العبيد، هم الإسكلاف، فام يعني النساء العبيد، هذوما ما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم النساء والرجال، حتى الغلمان ثاني يدخلوا في المفهوم تاع ما ملكت أيمانكم. إذن لما يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والله ما ملكت أيمانكم، كيف تطبق هذه الآية اليوم؟ موضوعها أيضا أصبح منتفي، ما عادش كاين ما ملكت أيمانكم. طبعا يجي واحد يقول لي لا، ما ملكت أيمانكم عن جماعة محمد شحرور والقرآنيين هو شيء آخر، معنى آخر ملك اليمين، أنه تجي واحدة تقول لك ملكتك نفسي، ولو هي حرة، ولو هي بنت لانوبلاس مثلا تاع فرنسا ولا بريطانيا، من عائلة النبيلة في بريطانيا، جيت تقول لك ملكتك نفسي تصبح ملك يمين بالنسبة لك. هذا كلام الشحروريين والقرآنيين، هذا أنا ما ندخلش فيه، لأنني سأعود أيضا بالمناح نزيد نرجع للقرآنيين، ندير لهم حلقات تفصيلية أيضا نناقشهم، نناقش المنهج تاعهم، لأني عندي كثير من الاعتراضات والانتقادات على المنهج تاع هذو اللي يسموا روحهم قرآنيين، جماعة محمد شحرور وصبحي والإسلامبولي وغيرهم، هذه سأعود إليهم مع احترامي لوجهات نظرهم، لكن عندي بزاف ملاحظات واعتراضات وانتقادات على منهجهم سأعود إليه. إذن ما تعترضوش علي بالقرآنيين، لأني سأعود إليهم في سلسلة أخرى منفصلة. لكن أنا ما أريد قوله اليوم ما عادش كاين عبيد، ما عادش كاين ملك اليمين، كيف نطبق آية ملك اليمين اليوم؟ الآية اللي تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون، آية القتال أو ما يعرف بآية السيف، اللي يقول سيد قطب مثلا في كتبه ومعالم في الطريق وغيره من الكتب تاعه، والظلال أيضا في ظلال القرآن، يقول إنها من الآيات اللي هو يسميها النصوص النهائية، يسميها النصوص النهائية في الإسلام، يقول لك من النصوص النهائية، معناها ما جاء حتى نص من بعدها يلغيها أو ينسخها أو يعطلها أو إلى آخره.
فإذن يقول لك هذه آيات القتال هي من النصوص النهائية في الإسلام، ولا ويجب تفعيلها، ويجب أن تفعل وتحرك إلى يوم القيامة، تبقى تفعل وتحرك إلى يوم القيامة. هذا كلام براتيكمون كاع الفقهاء، كاع الفقهاء يقولوا هذا الكلام، وأيضا حتى من المحدثين أو من الجدد هذوما من المفكرين اللي يسموهم مفكرين إسلاميين كما سيد قطب وغيره، والمودودي أيضا في كتابه في كتبه، وسيد قطب أيضا في كتبه يقولوا كلهم بضرورة تفعيل آيات الجهاد، وأن الجهاد ماض كما جاء في الأحاديث، جهاد ماض إلى يوم القيامة. إذن كيف تفعل الآن، كيف تفعل قضية دار الإسلام ودار الحرب، كيف تفعل هذه القضية؟ والفقهاء قسموا العالم إلى دار إسلام ودار حرب، وين ما كاش مسلمين يعتبرهم دار حرب، أموالهم أموالهم يعني ما عندهاش حرمة، مباحة للمسلمين، أعراضهم، دماءهم، نسائهم، أولادهم، بناتهم، كل شيء مباح للمسلمين لأنها دار حرب، لأنها ما فيهاش الإسلام. إذن أمور كثيرة، قضية مثلا قضية وضع المرأة، النص هذه أيضا قضية المرأة في الإسلام وفي القرآن، هذه أيضا فيها كلام كثير. عندما نلاحظ النفس يعني هذه حببنا حبينا ولا كرهنا، هذه الحقيقة، هذه ملاحظة نلاحظوها، وكل واحد يفهمها كما يحب، افهموها كما تحبوا، لكن هذه الملاحظة التي تلاحظ على جميع النصوص الفقهائية والنصوص سواء التأويلية أو الأصلية في القرآن أو في داخل القرآن أو خارج القرآن في كتب الفقه والتأويلات والتفسير، هذه النصوص كلها كتبت بنفس ذكوري، النص الديني الأصلي والتأويلي الفرعي كلها كتبت بنفس ذكوري. لكن نقول نفس ذكوري معناه مضاد بشكل ما، بمعنى ما، دون سيغتين مانيار، بشكل ما وبمعنى ما مضاد لكل لمصلحة لمصالح المرأة. دونك لهذا شفنا مثلا الآية، مثلا النص اللي يتكلم على ضرب المرأة، الآن لا يمكن تفعيل هذا النص في ظل الواقع العالمي الآن اللي يتكلم في ظل حقوق الإنسان وواقع حقوق الإنسان ونصوص والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرمة وقدسية الأفراد وحريات الأفراد وكرامة الأفراد، أنك تقول أنك تسمح للرجل مثلا أن يضرب زوجة بعد يضربها بالشيكولا ولا بالورد ولا بالسواك، هذيك حكاية واحدة أخرى، هذيك مسألة فرعية، ولا بالستيلو، مسألة فرعية. الشيء هذا هو المشكل، الإشكال في الجانب المبدئي، أنه كيف يمكن أن نسمح لإنسان أن يضرب إنسانا آخر، شخص مع رجل مع رجل، ولا مرأة مع امرأة في الشارع، أو رجل مع امرأة مع زوجته في البيت، كيف نأمر باسم الدين إنسانا أن يضرب إنسانا آخر؟ إذن هذه النصوص، أنا هذا هو ما أقصده أن عندما أقول أنه يجب إعادة النظر بشكل جذري في النصوص والتأويلات والقراءات كلها، حتى يعني حتى نصل الى قراءه جديده، قراءه ما تكونش اناكرونيك، يعني ما تكونش اون ديفازاج، ما تكونش مفارقه ومناقضه ومصادمه للواقع الجديد الانساني والعالمي، ولاسئله الجديده تاع الانسان ولمصالح الانسان هنا والآن واليوم، هنا والآن، وليس في العالم الآخر، لا، الآن وهنا، إيسي إيمانتونا، الآن وهنا، يجب أن نعيد النظر جذريا. وعلى كل حال، إذا ما درناش هذا الشيء، بعد 10 سنين أو 15 سنة سيصبح الدين يعني تماما خارج لعبة الإنسان وخارج حياة الإنسان تماما، يعني وإحنا في النهاية علينا أن نختار يعني وش رانا حابين. أيضا قلت السؤال اللي هذا بالنسبة للسؤال الرابع. السؤال الخامس، لماذا الهجوم على القرآنيين؟ أيضا القرآنيين قلت ما نجاوبش عليه هذا السؤال الآن، لأنه هذا السؤال راح يقودنا إلى تفاصيل، سأعود بالتفصيل إلى موضوع القرآنيين في حلقات مستقلة مفصلة. شخص آخر بعث زوج أسئلة. السؤال الأول يقول حول موضوع الجزائر الجزائرية، الجيريان من حيث التأسيس للفكرة، يقول علاش إذا ممكن تخصص لنا ندوة
يعني حيزا واسعا لهذا الطرح في إحدى الندوات، الذي هذا الطرح الذي ربما يرفضه البعض إلى آخره. أنا يعني أنا سأقول أنه في برنامج ملتقى الأنوار الفكر الحر فيه هذا الموضوع مقرر، ولكن إلى الآن مازال موجودناش، ما لقيناش محاضر يقدم لنا هذا، يكون عنده اختصاص ويقدر يقدم هذا المجال. أنا حوسو يعني باش نلقاو محاضر واللي يقدر يعرف يقترح لنا محاضر في هذا المجال، يقدر يقترح لي ملتقى الأنوار، نحن نقدم محاضرة أو عدة محاضرات في هذا الموضوع. لكن بالنسبة لي أنا سأجيب بشكل مختصر على السؤال هذا. أولا، كيف ظهرت فكرة الجزائر الجزائرية؟ هذه الفكرة تاع الجزائر الجزائرية ظهرت في مرحلة الحركة الوطنية، وانا كما قلت ما راحش نفصل، احنا نعطي مجرد راي مختصر في هذا الموضوع، ونخلي التفصيل ربما في المحاضرات اللي راح يقدموها ناس اكثر اختصاصا في هذا الجانب، لان الموضوع مرتبط بالتاريخ، بتاريخ الحركه الوطنيه. كيف ظهرت فكره الجزائر؟ زي قلت ظهرت عندما كان البعض في مرحله الكفاح الوطني او الحركه الوطنيه الجزائريه، كان البعض يقول الجزائر فرنسيه الجيري فرانسيز، والبعض كان يقول الجزائر عربيه مثلا، كما بعض الاتجاهات يعني القومية كانوا يقولوا الجزائر عربية، كما مثلا شفناه في الصراع الهوياتي اللي ظهر على مستوى حزب الشعب مثلا وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية، بعد لقاء مصالح الحاج مع الأمير شكيب أرسلان وتشبع مصالح الحاج بالرؤية القومية العربية، واصبح حب يدخل بالقوة هذا الاتجاه داخل الحركه الوطنيه، وكان بعض العناصر رفضت هذا 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 الادخال، وظهرت ما عرف تاريخيا بالازمه البربريه لا كريز بربير داخل الحركه الوطنيه الاستقلاليه سنه 49. لهذا فكره الجزائر الجزائريه هي في الواقع تعني في جوهرها، في رايي وفي تصوري، اننا لسنا تابعين لا للشرق ولا للغرب، نحن جزائريون بكل ما نملك من مكونات وأبعاد هوياتية وثقافية بلا إقصاء ولا ظلم ولا تهميش لأي منها. إذن الجزائر بجميع مكوناتها هي جزائرية، أقول بجميع مكونات بما فيها المكون العربي، المكون الإسلامي، الأمازيغي، كل المكونات المعترف بها يعني التاريخية الموجودة تاريخيا والمعترف بها أيضا الآن دستوريا، كلها نحن بكل هذه المكونات جزائريون بكل ما نملك من مكونات وأبعاد هويتية وثقافية بلا إقصاء ولا ظلم ولا تهميش لأي من هذه المكونات. إذن المعنى تاع الجزائريين أو جزائريتنا أو كوننا جزائريين أو الجزائرية تاعنا الجزائريانية تاعنا هي أو الجزائرانية إلى حبيتو الجزائريانية تعني أننا غير تابعين لا للشرق ولا للغرب. وكما قلت أنا هكذا أتصور، وربما في المحاضرات ربما لمختصين يقدروا يقدموا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. هذا بالنسبة لي. وأقف هنا، السؤال الثاني نخليه للقاء المقبل، وإلى اللقاء.